أهلا وسهلا من جديد كل الناس اللي انضموا لمشاهدتنا، سعيدين جدا بالمتابعة وبالضيوف الموجودين معنا وبنكهة القلق الجميلة لحلقتنا اليوم في السبت الأخضر. بنواصل فقرتنا اليوم اللي كانت مواصلة معنا لأسابيع السابقة بتوعية صحية جميلة جدا لفئات مختلفة من وطننا الحبيب وشبابنا وسيداتنا الجميلين في السودان، ولكن الشريحة الأهم اللي هي باعتبارها شباب القد وبإذن الله أطفال اليوم، شريحة الأطفال المصابين بالإيدز انتقال على الأم أو عن الأب وغيرها من التفاصيل الصحية وكل المعلومات. حتواصل معنا دكتورتنا دكتورة نهلة حسن حسين، مرحبا بك لمرات عديدة موجودة الاستضافة معنا. والليلة الحلقة ما شاء الله حيوية شديد، وموضوعنا نحن ذاته إن شاء الله حيوي. أكيد إن شاء الله. نحن ليلة مفترض نتكلم عن الإيدز في الأطفال. مبدئيا الأطفال هم عالميا بقول لك من سنة ل 18 سنة، لكن إحنا هنا مرات لحد 16 سنة كده، بعد ذاك بيعامل معاملة البالغين. 2015 كان قلنا التعداد عالميا لناس الايدز وصل 33 مليون. الاطفال عملوا زي 7.5% منهم، ومعظمهم 90% منهم كانوا في افريقيا. السودان سنة 2014 كان عندنا 500 طفل، هسه حاليا عندنا زي 700. نسبة الوفيات اللي ليه علاقة مباشرة بالايدز زي 6%، لكن الايدز ممكن يكون سبب رئيسي مثلا لسوء التغذية، وبتلقى نسبة الوفيات بسوء التغذية 60%، فبتبقى نسبته الحقيقية أعلى من كده، لكن مثلا مات مباشرة لالتهابه بالاتش اي في 6%، لكن لو ربطتها بالحاجات التانية النسبة بتاعته كمسبب يعني عالية شديد. أيوة. طبعا أسبابه في الأطفال بسبب رئيسي من الأم المصابة، يعني ما متابعة معك. أيوة، دي نسبة. بعد ذاك بالجنس اللي هو اذا كان في شكل اغتصاب او ابيوز او كده يعني. بعد ذاك عندنا نقل الدم، احيانا في الاطفال اللي عندهم يكون عنده سرطان في الدم، يكون عنده مشاكل بتحتاج نقل دم متكرر مدى الحياه وكده، هو يكون عرضه اكثر. هي مع انه الحاجات دي احنا قلنا هسه بقت بتفحص وكده، لكن مرات هو يكون عرضه اكثر. بعد ذاك في زي اطفال الشوارع والمدمنين، لانه احنا قلنا الاطفال لحد عمر 16 18 سنه بيدخلوا معاك في مشاركه الابر والحاجات دي. في السودان كانوا بيتعالجوا كحالات متفرغة، لكن عام 2006 شهر 3 دكتورة نور الهدى الله يديها العافية أخصائية أطفال عملت عيادة مخصصة لأطفال الإيدز في أم درمان. وبعد ذلك أيوة عملت عيادة في المستشفى الجلدية، وحاليا في القضارف وكسلة ومدني والأبيض. العيادات اللي انعملت مؤخرا في الولايات دي خففت من الضغط على الخرطوم. على الخرطوم ليه؟ لأنه السودان كله فيه زي 700 هسه حاليا من الاطفال بوزيتيف، بياخدوا في العلاج 600 في الخرطوم. في كل السودان 700 حاله. ايوه ممتاز. طيب يعني هي دي متفرقه على حسب الدراسات، حسب الخطه الاستراتيجيه المفترض انهم 4100 طفل في السودان كله، لكن المعروفين لحد هسه هم ديل، فال 600 ديل قاعدين في الخرطوم هنا. فالعيادات اللي اتعملت بره دي خففت شويه من اللود على الخرطوم. التعامل مع الاطفال في المركز بيكون على حسب الحاله مثلا او السبب اللي جابهم، وكالعاده دايما احنا بنقول الخطوه الاولى الارشاد النفسي. في الارشاد النفسي في الاطفال بنشوف الجمله مع الطفل. طبعا احنا الاولويه عندنا للام والاب، فاحيانا بيكون مثلا اتولد من الاب كان اتش اي في بوزيتيف مات، والام ولدته بعد يعني ماتت بعد ما ولدته. فبنلجا لشنو؟ للهس زول اللي بيقول لك انا مسؤول عنه. فبيجي طبعا حسب المرحله، هو طبعا برضه بمراحل زي الكبار، يعني في الاول غدد ليمفاويه، بعدينك شوية التهابات وبيبقى كويس. في المرحلة الثانية بيكون عنده ديري غير مفسرة، يعني إسهال، والفحوصات نظيفة. هم ما فحوصات نظيفة وما بتستجيب للعلاج، بيكون عنده فقدان للوزن، بيكون عنده يعني مشاكل في الجهاز العصبي، مشاكل في النمو، سوء تغذية، بتكون الحاجة دي متواصلة لحد ما في النهاية بيصل لمرحلة الإيدز اللي قلناها، بيكون بيجيك بيدرن، يجيك بنوع من السرطانات اسمه كابوسي ساركوما كده، يعني التدرج بتاعه زي حق الناس الكبار. فببدا المرشد النفسي بيبدا مع الطفل، مع طبعا الاطفال الصغار دول ما في طريقه كونس مباشر للناس، انه والله جابوا البيبي بتاعك ده او طفلك ده جه هنا عشان هو عنده المرض الكده كده، انت بتعرف عنه شنو. فبيشوف المعلومه اللي عند الزول المسؤول من الطفل، اذا صح بثبتها له، اذا غلط بصححها، والمهم بخليه في وضع نفسي انه يتقبل النتيجه الجايه. لكن الفحص ما بيتم الا بموافقه ولي الامر، يعني لو بعد ما شرحت له ولي امره قال انا ما عايز افحص له، انا ما بفحص له. طيب انت قبل كده كان قلتي انه الموضوع بقى اجباري في لا ما ده الحوامل، للحوامل اجباري. تمام.
بعدك غالبا بوافقوا معظمهم، بتفحص طلع بوزيتيف، المرشد النفسي بتبدا تتكلم له عن حقوق انه هو طفل بعد ما ياخذ العلاجات حيكون طبيعي، من حقه يتعلم، ياكل مع اخوانه، ينوم مع اخوانه. يعني ممنوعه حاجات معينه، يعني مثلا الضفاره حقته تكون براءه الادوات يعني كده، لكن يعيش حياته طبيعي، ما تعزله من مثلا الحاجه دي. عملت مشاكل كثيره للاطفال اكيد. بعد ما تثبت المعلومه دي عنده في الجلسه الاولى، بعدك طبعا بيمشي للدكتور، بيمشي بنفس اللي بيمر بالبالغ اللي هو الفحوصات، الحاله، بياخذ العلاجات حسب وزنه حسب عمره، بيتابع بعد ذاك مدى الحياه. في جزئيه بتاعت جزء من احنا عندنا الارشاد النفسي المتواصل، يعني ما بس اول مره انا منجه، ثاني بجيبه بقوم بديه ورقه وقلم بقول ارسم حسب رسمته البرسومه، بتحلل انا بحلل هو بعد المرض يعني وضعه كيف. فمثلا في واحد اطفال بيستخدموا اللون الاسود بس، ده بيكون عنده عنف وخوف حياه كده ما واضحه. طيب معلش يا دكتور، بس في سؤال في الجزئيه دي، الطفل نفسه بيكون مدرك بانه هو بيحمل المرض ده ومآلاته كده؟ لا دي جايه. طيب واحدين بيرسموا بقلم الرصاص، ده معناه في شيء خجل، في شيء من الحاجه كده جواهم. البرسم بالالوان ده بيكون الى حد ما حالته مستقره، وفي البرسم بالالوان وبرسم لك الاسره كلها، معناته ده خلاص شنو يعني اسرته محتوياه تماما لدرجه انه مبسوط زيه زي اي طفل برسم امه وابوه. من الطرائف انه في طفل رسم امه بدون رجلين، قال ليه؟ قال عشان تقعد معي في البيت، لان هي طوالي في حالتي انه ما فيش مثلا. ده كده وعينا. معلش يعني انت الحاجات دي بتعرفيها كيف؟ هل في اختصاصيين معينين انه بيمارسوا النوع ده؟ عندي 8 مراكز بتاعت رعايه وعلاج، عندي جواها اختصاصيين كلينيكال بيعالجوا فقط من انه يفهم الحاجه. ايوه انا عندي مختصين فقط في الاطفال، عندي عيادات مخصصه للاطفال وفي الكبار. في مثلا طفله بترسم ثعبان، فدي اكتشفنا انه هي امها وابوها متوفيين وبيعولة احد اقاربها خدتها في حوش برا، بنوموا كلهم جوا بخلوها برا برا، يا الله بغض النظر برد حر، مدينا اسوأ بطانية، عاملين لها صحن برا، يا الله. يعني دي يلا بترسم طوالي في حالتين ثعبان وخايفة. في واحدة رسمت باب مقفول وراه راجل، ده منو؟ ده الراجل اللي اغتصبها، هي عايزة يسجنه، يا الله. فدايما الرسومات دي بتساعدني انا احلل شخصيته في المتابعة. دي حاجة خاصة بالأطفال، بتاعت بتاعت الرسم ذاته، مش بت أيوة الحاجات الفكرية بتاعته، يعني اللي بيشخبط اللي بيدور، هي كلها عندها علامات. ده كده أنا تابعته نفسيا، يعني اتعالج، مشى الدكتور أخذ علاجاته. العلاج حسب الحالة، يعني مثلا إحنا تكلمنا عنها قبل كده عشان أنا ما أخذ زمن، لما تكون الأم والأب الاثنين متعايشين عندي الموضوع سهل جدا، بتابعهم بالفيرال لود، الحمل لحد الولادة بيطلع ما عندي. انا عندي سليم. من 2006 لهسي 950 طفل من ام مصابه هم مصابين. من 2006 ل 2021 اي حامل بوزيتيف تابعت معانا ثلاثه بس اجوا بوزيتيف. الثلاثه ديل ليه؟ لانهم هم جونا في شهور الخمس، يعني بعد السادس في الحمل، لكن لو جو من بدري ما كان حصل. في اول ما يتولد بياخد دواء مضاد للفيروس 45 يوم، من 45 يوم لسنه ونص بدي سبترين. بيستحمل لكن الطفل عندهم ادوات دواء براهم، شراب حقهم براهم، لا حتى على وقع الجسم معناه. ايوه ما بيعمل لهم حاجه، بكونوا كويسين جدا. طيب في بفحص له في 45 يوم وستة شهور وسنه وسنه ونص، النتيجه القاطعه والنهائيه في سنه ونص، اذا طلع بوزيتيف معناته بوزيتيف، لكن في اول 6 شهور لو طلع بوزيتيف ما باخذ بها، لانه بكون متاثر بالاجسام المضاده اللي في الجسم في جسم امه. من الحاجات برضو المهمه جدا انه ما يرضع من سدي أمه، لكن صراحة مع الغلا وعلبة اللبن بقت بستة وخمسة ألف، فنحن بنركز إنه نخلي مستوى الفيروس في دم الأم ضعيف ونخليها ترضع ستة شهور. كويس. ستة شهور. بعد ستة شهور بتبدأ تدخل شنو الأغذية الإضافية، يعني تأكل يشرب لبن بقر من برا، لكن أول ستة شهور دي صعبة إنه لا لبن أمه لا برا. ما بعرضه للخطر. ما هو بعرضه للخطر، عشان كده يعني في شراكات نحن عشان ما نخف بحقهم بيجوا المركز. وبيمدوا الاطفال باللبن، وفي الجمعيه بتاعت المتعايشين بتجيب اللبن. لكن برضو يعني دايره مجهود لسه زياده، لكن قاعد يجيبوا لهم. كويس. طيب ده لو كان الطفل جاوب من امه. طيب قبل السؤال الاول عشان احنا عشان عليه خواتيم، هل الطفل المتعالج ده بيكون عارف هو عنده المرض ومآلاته واسبابه؟ يلا الطفل بيفترض يعرف في عمر 12 ل 14 سنه. ده اذا طلع هو بوزيتيف. اي ده اذا بوزيتيف اصلا هو في العلاج. فمن 10 سنين بيبدوا يقول لي انت عندك جرثومه، عندك التهاب في الدم، احنا بنعالجه لك. لما نبقى 14 سنه بنعرف لك جرثومه، نقول لك الجرثومه دي ما حتروح وما عندك حل غير الدواء ده، اذا وقفته حتبدا تاذيك. بعد ذاك هو براه في المنهج فيه الدراسي هيجي يقرا ويعرف عنها، بعدين بيعرف انه هو بس
فهو عنده فكره معينه بيعرف يعني. ممتاز. جميل. معناها دكتور لا، حتى الفئات العمريه طريقه التعامل معاها مختلف. أيوة. نحن في الختام ده محتاجين رساله للاباء وللامهات، لان انت تتكلمي عن فئه عمريه لابد انك تخاطب الشخص المسؤول عنها. أيوة. اختب لنا بها الحلقه. والله انا رسالتي الاولى للاباء انه من حق اولادكم عليكم انكم تفحصوا قبل الزواج، بعد ذاك انتم احرار. الاثنين نيجاتيف خير وبركه، اثنين بوزيتيف بتتابعوا معانا بمنع الانتقال الراسي بيجي ما عنده. الام بقول لها من حق طفلك عليك انك تفحصي مبكر عشان لو لا قدر الله عندك نلحق نجيبه تقدر تتعالج. الحاجه الثالثه خطوا اطفالكم قدام عينكم، ابعدوهم من الخطر بتاع الاعتداء الجنسي. لانه بيفتكل اكثر من 5% من الحالات. صح. الاعتداء الجنسي على الاطفال. الحاجه الثانيه انه لو هو ولدك او بنتك عنده احرص على المتابعه وما تقطعه من العلاج. جميل. والحاجه الاخيره دوم جرعه زياده من الحب والاهتمام. يا ما سلام. يا سلام من حاجه. يا سلام. ان شاء الله. دي اجمل وصيه يا دعاء. اكيد. ممكن نختم بها. وانا في النهايه بمناسبه الاطفال بحيي اطفالي برضو عبودي وحسن وجدان، بقول ربنا يحفظهم. سلم على ربك. نحن بنحييهم كمان. شكرا لك جدا يا دكتوره الاحلى. يعطيك العافيه. يمكن ختامك كان جميل. دي رساله قويه ورساله مفعمه بالحب. ادوهم جرعه بتاعت حب بتاعت حنان زياده. الامانه اللي بيلقوه في البيت يعني اولويه هو البيت، بما انه يلقوه برا. احنا حنطلع فاصل يا دعاء. ترجع نتواصل تاني. كونوا متابعين.